Hi, this is Tech Deal. Don't forget to subscribe and ring the bell to get notified with our new videos. السلام عليكم مرة ثانية مع عبد الرازق من قناة تك ديل. يا مرحبا فيكم, أحيي جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك والأيام المباركة. إن شاء الله ينعاد على الجميع باليوم والبركات. فيديو اليوم إن شاء الله فيديو مهم جدا لكل الطلبة, الناس اللي تدرس لازم تشاهد هذا الفيديو, واي شخص حابب انه يطور من الكارير تبعه ويقوي من السي في تبعه يشاهد هذا الفيديو. طيب, فيديو اليوم يتكلم عن كورسات وبشهادات معتمده من جوجل كارير او كورسيرا, وكيف انت حتستفيد من الكورسات دي, وكيف هتقدر تخلص تسجل, وكيف تقدر تقدم للفورم المجاني للكورس. طبعا مع العلم انه في فورمات انت حتقدم عليه وحيتم الموافقه عليه من قبل طرفهم, وفي ناس ممكن تترفض بناء على المعلومات اللي انت اعطيتها اياهم عادية. فهمت علي؟ فان شاء الله في فيديو اليوم حنشوف كل هذه الخطوات. ما بدي احرق الفيديو, خلينا نمشي على طول. خلينا نبدا في شرح الفيديو. حنروح على طول جوجل كارير سيرتيفيكيت, اول ما ظهرت معنا حنروح على المنصه تبع جوجل grow.google, ومنصة جدا كبيرة للناس اللي حابب انها تعمل grow your business او grow your career او career certificate. نحن حنضغط على career certificate وحنروح نشوف فيها كمية الكورسات اللي موجودة, ومهمة جدا لكل شخص حابب انه يطور نفسه. الكورسات الموجودة دي تعلم marketing, e-commerce, IT support, project management, data analytics, UX design, user experience design, android development. يعني عالم كبير جدا من الكورسات والمهم جدا لكل شخص. طيب, انا حاضغط على مثلا كورس البروجكت مانجمنت, نعمل عليه لين مور, وخلينا نشوف شو موجود بالنسبه لهذا الكورس. حيكون على منصه الكورسيرا. نضغط جيت ستارتد. الكورس ده بيطلب منك 10 ساعات في الاسبوع لمده 6 اشهر عشان تقدر تخلص هذا الكورس, او حتى الكورسات الثانيه حيكون كاتب لك تفاصيل هذا الكورس. هذا الكورس جوجل بروجكت مانجمنت, في بروفيشنال سيرتيفيكيت اوفرد باي جوجل. الكورس الانستركتور تبعه جوجل ذات نفسه. كميه المعلومات والداتا اللي انت حتتعلمها كبير جدا, تعادل 4 سنين في جامعات مرموقه بيدرسوا بزنس ادمنستريشن. السكيلز يو ويل جين اورجانيزيشنال كلتشر, كارير ديفلوبمنت, استراتيجيك ثينكينج, تشينج مانجمنت, بروجكت مانجمنت, ستيك هولدر مانجمنت, بزنس رايتنج, بروجكت كارتر, تشارتر, بروجكت بلاننج, ريسك مانج. يا حبيبي كميه المعلومات كبير جدا, دوز عالي جدا من المعلومات. طيب, في سكيلز ثانيه ما كاتب لك اياها. اذا انت كنت ضعيف مثلا في اللغه الانجليزيه ودخلت هذا الكورس مدة 6 شهور وكنت بتسمع الفيديوهات من الانستراكتور تبعهم وهم بالانجليزي, تحاول انك تتعلم, تحاول انك تفهم, تخيل كمية المعلومات اللي انت حتتعلمها منهم من خلال الفيديو, من خلال الليسن سكيلز انك حتعمل لها ديفلوبمنت, من خلال الفوكابل اللي حتمشي تبحث عنها. الكورس ده بمعنى الكلمة حتاخد فيه دوز عال جدا من المعلومات. انا ما بتكلم بس عن كورس موحد يعني البروجكت مانجمنت, لا, كل كورسات هذه المنصة انت حتكون مبسوط منها, كل مبسوط تماما. طب الكورس ده لمده 6 شهور, no degree required, experience no experience required. اذا كانت عندك فلوس تقدر تدخل هذا الكورس, الكورس بيكلفك $39 او $40 في الشهر, يعني بالنسبه لبعض الناس ولا شيء. في ناس بتبحث عن سكولرشيب عشان تخلصها. جوجل عندك, جوجل معتمدة في كل منطقة, يعني روح لأي شخص في أي, في آسيا, في يوروب, حتى في أمريكا, ساوث أمريكا, في أفريقيا. أنت قلت له أنا عندي كورس معتمد من جوجل بروجكت مانجمنت, هيتم تقييمك على أساس أنك أنت شخص جلوبالي وأنت شخص محترم وأنت شخص بتدرس أونلاين وشخص مجتهد جدا. طيب, الكورس $39 لمدة 6 أشهر, في حدود $240 $250 شامل الضريبة, يعني بالنسبة للناس ولا شيء. والناس اللي ما عنده فلوس كمان في شيء اسمه financial aid bit, بعدين على نهاية الفيديو هنقدم عليه, اللي هو منحة من المنصة اللي أساس إنك تقدر تقرأ الكورس إذا قدرت تدفع جزء من الفلوس أو حتى دفعت ولا شيء, هم الموافقة بتيجي من عندهم بعد ما تعمل صميت للفورم تبعهم. طيب, أنا أوردي داخل بهذا الحساب عبد الرازق حسن, راح ممكن تبدل الحساب تبعي لأنه
اوردي مقدم على فورمات لكورس معين تاني. خلينا نشوف مثلا الكورسات اللي موجوده في المنصه ديجيتال ماركتنج. مثلا انا عاوز ديجيتال ماركتنج، في ناس كميه بتبحث عن الديجيتال ماركتنج عشان تطور السكيلز تبعها في هذا المجال، وهو عالم كبير جدا. كورسات الديجيتال ماركتنج جدا كبيره على هذه المنصه. تخيل ان انت ديجيتال ماركتنج بالنسبه لجوجل عن اي كوميرس، ميتا سوشيال ميديا ماركتنج، وده عالم تاني وعالم كبير جدا. السوشيال ميديا مو مجرد انك تعمل بوست وتروح وهاشتاج تكتبها بايدك وخلاص، لا، السوشيال ميديا عباره عن منصه ميتا لاداره السوشيال ميديا، وفيها عالم كبير جدا عشان انت تقدر تفهمه لازم تاخذ هذا الكورس. خلينا نشوف هذا الكورس تفاصيله وشو الموجود عنده. الكورس اوفرد باي ميتا، الكورس مدته 5 شهور، no degree required و no experience required. تمام، بمعنى انت حتستفيد استفادة قصوى من هذا الكورس. اذا عملنا انرول خليني نشوف قيمة هذا الكورس كم حتكون. $50 في الشهر بالنسبة للناس ولا شيء. في ناس بتعمل كورسات دي وبيدفعوا مبالغ كبير جدا عشان ياخدوها، وفي النهاية الدوز بتاع المعلومات بيكون ضعيف جدا مقارنة بمنصة زي ميتا وتعطيك الكورس من عندهم. والانستراكتر عبارة عن تو انستراكتر، انت ممكن تشوف اي واحد عليه تقييم عالي وتاخد الكورس من عنده. ممكن تمشي تطلع على هذا الانستراكتر والمعلومات اللي عنده في ويكيبيديا وفي اي منطقة وتشوف هل هو مناسب معك او لا. طيب السكيلز يو ويل جين على السوشيال ميديا ماركتينج كورس من ميتا، بيرفورمانس ادفرتايزنج، ديجيتال ماركتينج، براند مانجمنت، سوشيال ميديا ماركتنج، كونتنت ماركتنج، ماركتنج اتسلف، سوشيال ميديا ماركتنج استراتيجي، كونتنت ديفلوبمنت، كونتنت مانجمنت. حبيبي كميه المعلومات اللي حتاخذها كبيره، زي ما قلت كبير، على اساس انه حتطور اللغه الانجليزيه تبعك، الليسننج سكيل تبعك. هذه كورسات جدا مهمه لاي طالب حول العالم. انت مفروض تمشي تاخذ هذا الكورس اذا كنت في منطقه الخليج، اذا كنت في دوله السودان دولتي او في اي دوله ثانيه. الدول الضعيفه جدا ممكن تمشي تاخذ هذا الكورس وتقدم على الفاينانشال ايد بيت. طيب انا حارجع للكورس تبع مثلا ديجيتال ماركتنج اند اي كوميرس. خلينا نشوف كيف الطريقه اللي نقدم، وخلينا نشوف بيانات ايضا هذا الكورس. 6 شهور، نو ديجري ريكوايرد، نو اكسبيرينس ريكوايرد. تمام، الانستراكتور تبعهم جوجل. الاشياء اللي انت حتعرفها، سيرش انجن اوبتمايزيشن، ده عالم ثاني انت عشان تعرفه، داير كورسات لوحدها. فكمية السكيلز اللي حتاخدها من هذه الكورسات كبيرة جدا ولا تغدر بثمن. خلينا نشوف حاجة اسمها Financial Aid Bit Available، حنضغط عليها، تمشي على Continue to the Application. ده الفورمات اللي ممكن يوافقوا عليك ويعطوك منحة دراسية مجانية للكورسات تبعهم، وحنشوف كيف الفورمات تبعهم. طيب We are proud to offer the financial help etc. Okay. شوف اللي تحت كاتب لك شو. We ask you is very applicant إنه أنت you share accurate information، وإنه يكون عندك commitment to finish this course. لأنه أنت إذا أخذت المنحة الدراسية وما كملت الكورس، أنت حتكون أخذت فرصة حد تاني كان ممكن يأخذ المنحة الدراسية ويكون مجتهد أفضل منك. تمام، لازم توافق على كل هذه النقاط. هتعمل continue، هتعبي البيانات الاساسيه اللي هذا الفورم، الادوكيشن باك جراوند تبعك، حتى اذا كان ما عندك اي ادوكيشن هتحط اذر، الانوال انكم تحطه زيرو اذا انت كنت عاوز تاخذ المنحه الدراسيه كامله، الامبلويمنت اذا انت مش امبلوي، اذا كنت بارت تايم او فول تايم او حتى ستودنت تحط ستودنت، الاوفر هاو ماتش يو كان افورد تو باي فور ذيس كورس بير مانث، كم فلوس ممكن تدفعها، كم قيمتها، مش قادر تحط زيرو وتروح. طيب عندك هون 2 boxes they need you to fill it with 150 word. Why you are applying for this financial bit؟ مفروض تعمل explanation للوضع تبعك، إذا أنا كنت student وما قادر أدفع لأن الدخل تبعي محدود، كل هاي التفاصيل. طيب اللي بعديه، how will taking this course help to achieve your career goal؟ إنه كيف الكورس هذا ممكن يساعدك يحقق الكارير جول تبعك. انه انت ممكن تشرح انه منصة جوجل او حتى كورساتكم دي ممكن تفيدني كتير جدا في الكارير، وممكن تعمل ديفلوبمنت للكارير تبعي، وممكن اخذ وظيفة بناء على هذه الكورسات اللي انا هاخدها من عندكم. في بعض التكست انا ممكن احطهم للتو بوكسز، هحط على وورد فايل، وحتكون على رابط في الكومنت تبع هذا الفيديو.
ممكن تروح تعمل عليه إعادة صياغة لهذه الفقرتين وتعبوها إن شاء الله. طيب هذا سؤال جدا مهم مفروض تمشي تطلع عليه وتفهمه، إذا أنت فهمته أو لا لازم ترد عليه. قال لك would you consider using a low interest loan to pay for your courses؟ إذا كنت حاطت لا مفروض توضح لهم، إذا كنت حاطت yes خلاص وتقدر تعمل I'm not report وتعمل submit application. أنا مو حامل أي submit application، أنا أقول لك إذا قدمت financial aid bid format بحسابي هاد فما حقدر أعمل عشان إنه ما أسرع على الفورمات تبعي وتجيني الموافقة. علما إنه الموافقة بتجي لك في غضون 15 لعشرين يوم بعد ما تعمل submit لي الفورمات. وعلى كده أنا أكون قدرت أشرح الكورسات اللي ممكن تحصلها من كورسيرا، ومع إن هي كبيرة جدا، عالم كبير جدا، إنه هتكون مبسوط جدا في الكورسات دي وانت هتنقمص تماما في كمية الكورسات هذه. Foundation of Digital Marketing، Google Data Analytics، Digital Media Marketing، هذه بس في الكيوردز اللي هو Digital Marketing، SEO، Engine Optimization، في كمية الناس اللي بتبحث عن هذه الكورسات. ما عليك انك اللي تدخل منصة وتبحث عن الكورس اللي انت حابب تطلع عليه وتقرأه وتعرف فيه وتاخد فيه الشهادة، وابشر لأي معلومة انت حابب انك تتواصل معي، انا موجود ان شاء الله. شكرا لك، مع السلامة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.